هنا كان في مقال من المخرج عصام الوريس. المخرج عصام الوريس بيقول انك انت مره صممت. عصام الوريس مصمم معارك. عصام الوريس مخرج كريوجرافر اكشن كويس واشتغل معانا. بس انت دايما معروف عنك بترفض اي دوبلير، وكنت ما بتحبش الا بس الدوبلير الاجنبي. بتقول لا 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 دوبلير اجنبي. انا الدوبلير بتاعي مش اجنبي. انا الستان كريوجرافر بتاعي اسمه اندرو ماكنزي. اوكي. انا نزلته مصر ده من سنين، سنه 2006 2007 مع الاستاذ شريف عرفه. وكان واندرو صار صديقي دلوقتي، وكل اللي موجودين على الساحه دلوقتي من كروهات مصريه كان شرط اساسي في علاقتي اللي صارت صداقه بيني وبين اندرو انه يربي لي كرو مصريين، لان الاخرين كانوا بينزلوا. انت قلت بالجمله بالظبط ان المصريين ما بيعرفوش يعملوا اكشن. بس مستحيل تطلع مني. لا انا كلمت حسن رد كمان من عصام الوريس. لا لا لا، كانوا بيكلموني على سينما الاكشن. قلت احنا ما عندناش حاجه اسمها صناعه سينما اكشن. احنا عندنا مشاهد اكشن اتنفذت كويس. لكن فيلم اكشن فروم اي تو زي ده قصه ثانيه خالص. احنا لسه ما عندناش ده. فيمكن الاستاذ عصام فهم غلط. هو رد عليك، حتى قال لك انه اصلا ما قلتلوش حاجه عشان يرد عليا. وبعدين عصام ده تربيه ايدينا، يعني عصام تربيتي يعني اخو الصغير. يعني هو مش صح ان هو قال روح شوف محمد رمضان في شد اجزاء وتعرف ان المصريين بيعرفوا الاكشن. لا 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 خالص، الكلام ما كانش موجه ليا اكيد. يعني الكلام ما كانش موجه ليا اكيد. طيب اشكر ان عصام الوريس راجل خلوق، يعني حتى دي مش طريقته، لان انا ما قلتش المصريين ما بيعرفوش يعملوا اكشن. طب ما انا بقى يعني في زملاء ليا كتير قوي بيشتغل اكشن. بس الحرفيه فيلم تصنيف الفيلم انه يصنف دراما اكشن، ده في فيلم اسمه مين ان بلاك عصام، في فيلم اسمه كيل بيل، في بالاضافه ان عصام يعني عصام كان من التيم بتاعي، يعني عصام من التيم بتاعنا. فاشك انه يقول الكلام ده، اخلاقه ما تسمحلوش يقول الكلام ده بصراحه.